عندنا بير مهجورة طاح فيه وليد صغير يقرأ في المدرسة فامكاية، كل ما طلعوهش أهل المنطقة فامكاية خلطوا عليه فيسع فيسع طلعوه، ولا كانت تصير كارثة معناتها الله أعلم مش تصير فيه يموت ولا تصير له حاجة. وتوكي هو تو قاعد مبيس في السبيطار، عنده يجي كذا جماعة ولا شهر هكاك، حسب ما سمعت أنا أنه فما بطر في رجله، يعني نردموها البير هذية ولا نعملوا لها حاجز فهمتني اللي تتحمل البير هذية باش ما عادش تصير فيها كوارث. فهمتي وهي هذية البير فهمتي مصب للفضلات.